بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. بدأنا في سلسلة من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مع حضرتكم الدكتور يوسف حسين. قبل ما نبدأ بس محاضرات اليوم، ندعو الزملاء الكرام من فضلكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد. ترى ما موضوع محاضرة اليوم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم؟ يقول الله تعالى في سورة النجم: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يعني احنا دلوقتي عاوزين نعرف من يحدد الجنس البشري من الذكر والأنثى؟ هل هو الرجل أم الأنثى المسؤول عن تحديد الذكر والأنثى؟ دي مشاكل عائلية، ده بتخلف بنات، العيب منك العيب منه. لا، مين اللي بيحدد هذا الجنس البشري الذكر والأنثى؟ ثم قال الله تعالى: من نطفة إذا تمنى. إذا النطفة هي ماء الرجل، وماء الرجل في الآية هو الذي يحدد الجنس البشري ذكر أم أنثى. وهذا سلسلة الإعجاز العلمي اللي احنا هنتعرض ليها إن شاء الله في أكثر من محاضرة، هتاخد منا أكثر من محاضرة، ودي المحاضرة رقم واحد للإعجاز العلمي في هذه الآية من سورة النجم. بدأنا الحديث بتاعنا قبل ما نتكلم عن نطفة، طب نتكلم عن المصنع اللي بصنع هذه النطفة. ما هو المصنع؟ ودي محاضرة اليوم: الجهاز التناسلي في الذكر. مما يتكون الجهاز التناسلي في الذكر اللي هو هيكون هذه النطفة، هيكون فيها السائل المنوي. هذا منظر جانبي علشان يوضح لنا مما يتكون الجهاز التناسلي في الذكر. بدأت الأحداث الجهاز التناسلي في الذكر رقم واحد من الخصية، والخصية دي لها محاضرة لوحدها إن شاء الله، المحاضرة القادمة هتكون على الخصية. لكن مبدئيا الخصية هي الغدة أو العضو الأساسي للذكر، بمعنى هو اللي بيتحدد في رجولة هذا الرجل. إذن الرجل بلا خصية يكون عقيما أيا كان مع باقي الأجهزة. عقم الرجل من عدم عقم الرجل في الأعضاء، ما نتكلمش على أسباب العقم، في أسباب العقم كثيرة، منها الخصية هي العضو الأساسي للرجل. ليه هي العضو الأساسي؟ ده إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتعرف فيها عن الخصية وتركيب الخصية وتكوين الخصية وظائف الخصية وكل الأمور المتعلقة بالخصية. توجد الخصية داخل كيس اسمه كيس الصفن. ايه هو كيس الصفن؟ دي المحاضرة اللي بعدها، دي المحاضرة رقم ثلاثة. مما يتكون كيس الصفن ووظائف كيس الصفن، ده ان شاء الله محاضرة رقم ثلاثة. داخل كيس الصفن يوجد حاجة اسمه البربخ. هذا البربخ ده المخزن بتاع الحيوانات المنوية. يعني الخصية هتكون الحيوانات المنوية وهتتخزن فين؟ في البربخ، يوجد داخل كيس الصفن. يخرج من البربخ الوعاء الناقل علشان يدخل البطن، داخل قناة اسمها القناة الإيرابية، داخل قناة اسمها القناة الإيرابية. هذا الوعاء الناقل يمر داخل القناة داخل الحبل المنوي. يعني إذن الحبل المنوي بيحتوي على عديد من الحاجات، منها الوعاء الناقل اللي هو جوه القناة الإيرابية. دخلنا جوه البطن، هذا الوعاء الناقل أهو دخل إلى الحوض، ثم ظهر العضو الآخر وهي الحويصلة المنوية. هذه الحويصلة المنوية من اسمها حويصلة منوية، ودي بتكون معظم السائل المنوي.
ايه هو السائل المنوي؟ انتظروه ايضا في محاضرة قادمة. ومما يتكون السائل المنوي الطبيعي انتظروه في محاضرة قادمة. احنا دلوقتي يا دوب لسه بنقول المقدمة، لكن دي ان شاء الله انتظروها في محاضرات قادمة. هذه الحواصل المنوية اللي هتعمل السائل المنوي اهي هتتحد مع الوعاء الناقل، هتتحد مع الوعاء الناقل خلف المثانة البولية لتكوين قناة اسمها قناة القذف. يبقى الحواصل المنوية اللي هتعمل المني هتتحد مع الوعاء الناقل اللي هو شايل الحيوان المنوي، هيعملوا قناة اسمها قناة القذف خلف المثانة البولية. هذه القناة اللي هي قناة القذف هتمر داخل البروستاتا. يبقى قناة القذف هتمر داخل البروستاتا. داخل البروستاتا، داخل البروستاتا موجود قناة اسمها الإحليل، اسمها الإحليل باللغة العامة اسمها قناة مجرى البول، لكن باللغة العربية اسمها الإحليل. إذا هذه قناة القذف هتمر داخل البروستاتا، خلي كده معايا، علشان هتلاقي جوه البروستاتا قناة اسمها ايه القناة دي؟ اسمها الإحليل. هتفتح فيها، هتفتح ايه فيها، وبعدين هذا الإحليل هيكمل داخل القضيب، هيكمل داخل القضيب. هذا الإحليل هيكمل داخل الايه؟ القضيب. اذا داخل القضيب موجود الإحليل. ايه هو القضيب؟ مما يتكون، كيف تمت عملية الانتصاب، كل دي قصية انتظروها في محاضرة قادمة. لكن داخل القضيب تمر قناة اسمها الإحليل. هذا الإحليل ماشي في حاجتين يا جماعة، ماشي في رقم واحد السائل المنوي للكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده كده اهو، رقم اتنين ماشي فيه البول اللي هو جاي من المثانة البولية. الكلام ده فين؟ في الذكر. الكلام ده فين؟ في الذكر. لكن في الأنثى تمر فيها فقط، أو يمر في هذا الحل فقط البول، أما في الذكر يمر فيه السائل المنوي والبول. طب متى يمر السائل المنوي ومتى يمر البول؟ وهل الاثنين بيمروا مع بعض ولا كل واحد بيمر لوحده؟ ده انتظروه إعجاز رباني وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انتظروه في محاضرة. احنا بدأنا السلسلة ودي بداية السلسلة إن شاء الله، وانتظروا ما تبقى في السلسلة بمشيئة الله تعالى. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم. كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.